عليكم أعزائي الطلبة، موضوع درسنا اليوم هو وصف خطة التربية الوطنية. عنوان الوحدة هو الأسرة والمجتمع بطلبة الصف السادس. لابد أن نؤكد يا أعزائي على أن منهاج التربية الوطنية والمدنية يعد من المباحث الدراسية الهامة، كونه يوفر المعرفة اللازمة لبناء الإنسان السوي جسداً وروحاً، ويكسبه المهارات اللازمة لخدمة نفسه ومجتمعه والحكم على ما يمر به من مواقف وأفكار، خاصة وأننا في عصر باتت فيه المعارف وطبيعة الحياة الإنسانية في تطور وتغير متسارعين، مما جعل من حفظ هذه المعارف واستذكارها أمراً في غاية الصعوبة. ومن الأجدى التركيز على القيم التي تشكل المعيار السليم الذي يستعمله الإنسان في الحكم على ما يمر به من مواقف، وعلى تعلم المهارات التي تفيده في حياته أثناء دراسته وبعدها. أعزائي، تم إعداد هذا الكتاب في ضوء فلسفة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية المنبثقة من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية. والكتاب أيضا يا أعزائي يراعي استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة، وقد دعم بأشكال وصور وأنشطة متنوعة تبرز شخصية الطالب من خلال قدرته على إبداء رأيه وفهمه الخاص بموضوعات الكتاب. نبدأ بوصف الوحدة، الأسرة والمجتمع. خطة الوحدة التي سنتحدث عنها يا أعزائي، أولاً سوف نتحدث عن وصف الوحدة، وثانياً الأهداف العامة الموجودة في هذه الوحدة، وثالثاً مشروع الوحدة، ورابعاً التكامل، وخامساً الربط مع الواقع، وأيضاً الربط مع رسالة المدرسة. نبدأ بالأسرة والمجتمع. وصف الوحدة: تتحدث الوحدة الأولى عن الأسرة، فهي الخلية الأولى في البناء الاجتماعي، وبمجموع الأسر يتألف المجتمع، ولما كان لها الدور المهم فقد أولتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية اهتماماً بالغاً، لأن بصلاحها يصلح الإنسان والمجتمع، وهي التي تكسب الإنسان الأخلاق الفاضلة وثقافة مجتمعه، لينشأ بذلك نشأة صحيحة تؤهله للقيام بالدور السليم الذي يرتضيه مجتمعه ويخدم به نفسه وغيره. كما تتناول هذه الوحدة دراسة الأسرة والمجتمع الأردني والتكافل الاجتماعي. والآن نتناول الأهداف العامة الواردة في هذه الوحدة. أولاً يتعرف أنواع التكافل الاجتماعي، ثانياً يبين الطالب مكونات المجتمع الأردني، وثالثاً يربط الطالب بين التوافق الأسري والتنشئة الاجتماعية السوية، ورابعاً يبين دور الأسرة في المجتمع الأردني وأهميتها في قوة المجتمع وتماسكه. ننتقل الآن لنتحدث عن مشروع الوحدة. يا أعزائي، أكلف الطلبة بكتابة تقرير عن أهم عادات الزواج في منطقته، وثانياً ينظم الطالب محاضرة حول دور الأمن العام في حماية الأسرة، وثالثاً يعد الطالب لوحة حائط تبين بعض المظاهر التراثية في المجتمع الأردني. هيا بنا يا أعزائي لنربط هذه الوحدة مع الواقع. يمكن للطالب أن يربطها مع الواقع،
من خلال تطبيق ما تعلمه في التعامل مع أسرته وكيف يتعامل داخل مدرسته مع زملائه، فهم أسرة واحدة يتشاركون مهاما مختلفة مثل نشر المحبة والوئام والتعاون، حيث إن الحب الذي يمنحه الأبوان لأبنائهم يعد غذاءً ضرورياً في النمو النفسي للفرد، ولا يقل ذلك أهمية عن غذائه الجسدي، لما للمشاعر والعواطف من أثر في حياته وتعزيز ثقته بنفسه وبالآخرين. وبالتالي عزيزي الطالب، هذا سينعكس تلقائياً على المدرسة وكيفية التعامل مع زملائك في المدرسة، سوف تتعامل معهم بكل حب وتعاون ووئام، لأنك تتحلى بهذه القيم التي تعلمتها من أسرتك بالبداية ثم نقلتها إلى زملائك ومدرستك. التكامل، وذلك من خلال مادة التربية الإسلامية ومادة الرياضيات. أما بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، من خلال دراسة وجوب الإسلام لبناء أسرة تتوافق مع التعاليم الإسلامية وكيفية تعامل الرسول مع أسرته والاقتداء به. أما بالنسبة لمادة الرياضيات، وذلك من خلال إحصاء أعداد الأسر الأردنية والتفريق بين الأسر الممتدة والأسر النواة. ولا تنسى عزيزي الطالب أن الأسرة الممتدة هي الأسرة الكبيرة التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء المتزوجين وغير المتزوجين والأحفاد، ويقيمون جميعا في مسكن واحد يسمى بيت العائلة، أو في مساكن متجاورة قريبة بعضها من بعض. أما بالنسبة للأسرة النواة التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء فقط، ويعيشون معا في مسكن واحد مستقل. ونلاحظ عزيزي الطالب بأن هذا الشكل أصبح سائداً في المجتمع، اللي هو الأسرة النواة، لأسباب تتعلق بارتفاع مستوى التعليم بين الأفراد ودخول المرأة إلى سوق العمل والهجرة من الريف إلى المدينة. وهنا أرفق لكم يا طلابي بعض المصادر التي يمكن أن تساعدك على تزويد معلوماتك. إذن عزيزي الطالب، أرفق هنا بعض المصادر التي تساعدك. يرجى الضغط على أي مصدر منها لفتح الرابط والاطلاع عما يحتويه هذا الرابط. ولا تنسى عزيزي أن هذه الوحدة يجب أن نربطها مع رسالتي ورؤيتي المدرسة. أولاً، بيئة تخلق التحديات، تشمل خطة كل درس أسئلة تخلق التحديات عند الطالب وتراعي المهارات العليا. منهج عالمي متكامل مع التكنولوجيا، حيث توظف استراتيجيات الدرس التكنولوجيا بطرق متنوعة، منها العروض التقديمية، وأيضا يا عزيزي المواد المرئية، وأيضا المنصات التعليمية. ثالثا، المواطنة المسؤولة، تنمو قيم المواطنة المسؤولة عند الطالب تجاه وطنه. تعلم مستمر مدى الحياة، تركز هذه الوحدة على مهارات يكتسبها الطالب وينقلها معه إلى سائر المراحل الدراسية اللاحقة من جهة، ويوظفها في حياته اليومية في أي مجال يتطلب ذلك. خامساً، تعزيز الهوية الثقافية عند الطالب تجاه وطنه.
وسادساً السمات القيادية، حيث يكتسب الطالب السمات القيادية من خلال استراتيجيات تدريس الوحدة، ومثال على ذلك قيادة العمل الجماعي. عزيزي الطالب، قيادة العمل الجماعي تعزز ثقتك بنفسك وتؤهلك دائما لقيادة مستقبلك. إلى هنا نكون قد انتهينا أعزائي الطلبة من وصف هذه الوحدة الأولى، والتي بعنوان الأسرة والمجتمع. شكرا لكم على استماعكم.